يعني برأيك إنه النار ما كانت بسبب الصعادات وإنما أوردي بلشت بالسقف، هو اللي شوف حسب ما شفنا إحنا الفيديوهات حضنت زوجتي وقمت أسحبها، ما تقدر تمشي من ورا الفستان مالها، قمت أسحب بيها طلعتها من باب المطبخ، طلعتها وقعد اللي ده يطلع، بس اللي يريد يخلص نفسه اللي يطلع يدوس عليها يدوس عليها، رجلي كلها متورمين هسه. يطلع يطلع بيها ليش؟ شو مسوين احنا؟ وليش بس بينا صار هذا الشيء؟ خلص يعني ما نقدر نعيش هنا، ما نقدر نعيش هنا، يعني كل ما نريد نفرح يطلع شيء بوجهنا يسد الفرحة مالنا، ف أحسن شيء يعني هنا راح 10 نفرات راح من عندها. قرايبها امها امها اخوها ها ما تقدر تحكي. كلهم طردوهم حسيتي بالقاعه طلعوا ايه قاعدين قدامك عايشين بس ميت من جوا ميتين احنا يعني احساس بينا ماكو احساس بينا ماكو ميتين من جوا رجل معي منا رجل مال طفل عمره 15 سنه